ومن هنا برضو لازم نحيي الأستاذ محمد وردة الناقد الرياضي بفيتو. الراجل ده هو اللي توصل للحقيقة، وهو اللي أعلن الخطاب وكان ليه السبق. مساء الفل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد وردة، مساء الخير يا كابتن أسامة، برحب بحضرتك وكل جماهير النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن وقناة النادي الأهلي المحترمة وبكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. وصفت الجواب بأنه بيكشف الجهة المتورطة، بتحمل المسؤولية لمين يا أستاذ محمد؟ والله يا كابتن أسامة خليني أبدأ مع حضرتك في البداية خالص، إن اللي حصل مع النادي الأهلي خيانة لمصر وللكرة المصرية ولممثلها الوحيد في دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي. عشان كده إحنا في فيتو أخذنا على عاتقنا إن إحنا نكشف المتسبب في الأزمة دي. ومن البداية كان في حلقة مفقودة شوية، الاتهامات بتتبادل بين بعض الناس، فابتدينا ناخد الاتهامات دي ونفندها واحدة واحدة. كويس. فاتحاد الكورة المحترم برئاسة الأستاذ جمال علام بدأوا يدافعوا عن نفسهم إن الأزمة دي هم مش متسببين فيها، حقيقي ده اللي حصل، وإن الخطاب وصل في عهد الأستاذ أحمد مجاهد واللجنة الثلاثية. فإحنا فضلنا ورا الحقيقة وندور وراها، زي ما قلت حضرتك إن الحقيقة لن تموت، الحقيقة هتفضل واضحة. وإنت معايا على الهوا دلوقتي يا أستاذ محمد، إحنا المنشيت بتاع فيتو: انفراد ننشر خطابا رسميا يكشف الجهة المتورطة في خسارة الأهلي نهائي أفريقيا. بالظبط يا كابتن. الأزمة زي ما بقول لحضرتك، هم قالوا أحمد مجاهد المتسبب. طيب إحنا فضلنا ندور على الحقيقة لغاية ما وصلنا لخطاب الاتحاد الإفريقي اللي حضرتك نشرته، اللي بتوقيع سامسون أدامو. اللي وصل اتحاد الكرة يوم كام يا كابتن أسامة؟ يوم 19 يناير. ولازم الجماهير ولازم حضرتك تكونوا مركزين تماما في المواعيد دي. التواريخ مهمة طبعا. الخطاب وصل اتحاد الكرة يوم 19 يناير. طب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد أو الحالي برئاسة جمال علام، الأستاذ جمال علام، نجح امتى؟ اكتسح الانتخابات 5 يناير. اذا الخطاب وصل لهم بعد 14 يوم من توليهم المسؤوليه. تمام. دي النقطه الاولى، اذا مجلس الاستاذ جمال علام هو اللي كان متواجد. لما عملنا كده وكشفنا الموضوع ده، بدا اتحاد الكوره يقول طب احنا بعتنا لوزاره الرياضه، بس وزاره الرياضه اللي ما ردتش. حقيقي ده اللي حصل. وهنا كنا بندور على الحقيقه تاني. طيب الازمه عند اتحاد الكوره ولا عند وزاره الشباب والرياضه؟ برضه فضلنا ندور على الخطاب اللي راح من اتحاد الكوره، والخطاب ده بيحمل كوارث للكره المصريه يا كابتن اسامه حضرتك لا تتخيلها. البدايه ان الخطاب وصل 14 ابريل. اتبعت من اتحاد الكوره لوزاره الشباب والرياضه 14 ابريل، بعد قرب 3 شهور من الخطاب اللي وصل من الكاف. الخطاب الثاني وصل 19 يناير، الخطاب اللي اتبعت للوزاره الجواب معانا دلوقتي على الهواء بتاريخ 14/4/2022. يعني 19 ابريل كان هيبقى الخطاب بتاع الكاف واصل بقاله 3 شهور. دي كارثه اولى. كارثه ثانيه، ان باب التقديم للبطولات دي اتقفل في نهايه فبراير طبقا لخطاب الاتحاد الافريقي الكاف. يعني الخطاب ده لا يسمن ولا يغني من جوه اللي اتبعت لوزاره الشباب والرياضه. الكارثه الثالثه بقى، ان انت مبعوت لك 7 بطولات الاتحاد الافريقي بيعرض على كل الاتحادات الاهليه تنظيمها بما فيها نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه و5 بطولات. انت تبعت ليه 5 بطولات وتشيل البطوله اللي فيها النادي الاهلي؟ من المتسبب في تلك الازمه في اتحاد الكوره؟ الحاجه الثانيه، الجواب اللي تم ارساله من الاتحاد الافريقي باللغه الانجليزيه. انت النهارده يعني، هو هل في وزاره الشباب والرياضه ما حدش بيعرف يقرا انجليزي يعني عشان تتم ترجمته باللغه العربيه عشان تبعته؟ ما تبعت الخطاب زي ما هو. هم بعتوا الخطاب بتاع الاتحاد الافريقي مرفق بالخطاب اللي باللغه العربيه. ايوه. بس خطاب الاتحاد الافريقي بيعرض تنظيم 7 بطولات، وفي النهايه الاتحاد الاهلي اللي هو الاتحاد المصري هو اللي بيطلب. الاتحاد المصري طلب تنظيم 5 فقط. وبعد غلق باب الكيد لاستضافه تلك البطولات بعد 3 شهور من خطاب الكاف، من المسؤول في اتحاد الكره عن تلك الكوارث؟ زي ما قلت لحضرتك في البدايه، دي كارثه للكره المصريه. اذا النهارده يا استاذ محمد، زي ما انت كتبت، ان اتحاد الكره هو الجهه المتورطه في خروج بدون شك الاهلي في دوري نهائي دوري ابطال افريقيا. بدون شك يا كابتن اسامه، اتحاد الكره الجاني الحقيقي في ازمه استضافه المغرب لنهائي دوري ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي. خليني اقول مع حضرتك، لو كان اتحاد الكره خد الخطوات مظبوطه، الخطاب جالنا في يناير بعتنا طلب ترشح لاستضافه مصر نهائي دوري ابطال افريقيا.
بقى ملف مصري قصاد ملف المغرب، والملف المصري اقوى لان المغرب استضافت النسخه الماضيه ولا يحق لها استضافه نسختين على التوالي. وفي أسوأ الظروف كان الكاف هيضطر ان فرقتين النهائي او طرفي النهائي النادي الاهلي ونادي الوداد فيعمل المباراه في ملعب محايد، حقيقة. فيروح الاهلي يلاعب الوداد في جنوب افريقيا في نيجيريا في السنغال، المباراه في اجواء متكافئه تماما، او يتعمل قرعه والنهارده يبقى على الفرقتين، بس النهارده اكون باخد حقي على الاقل. بالظبط، تنزل مباراه في اجواء متكافئه تماما، حقيقة. والافضل في الملعب هو اللي يكسب ومبارك له، انما يعني لمصلحه مين اللي حصل مع النادي الاهلي؟ ولمصلحه مين ان الكره المصريه تخسر لقب كان قريب جدا منها وكان شبه مضمون؟ لان لو اتكلمنا ككوره النادي الاهلي اقوى كتير من الوداد، لكن الظروف المحيطه اللي كانت قبل المباراه اثرت، الظروف المحيطه اثرت على اللعيبه والجماهير بشكل كبير. يعني انا عشت اجواء مباراه الاهلي والترجي التونسي في رادس، اجواء كانت صعبه جدا يا كابتن، احنا كجمهور كنا عايشين اجواء رعب، فما بال باللعيبه اللي في الملعب في رادس. وعشان كده انا كنت مشفق جدا على لعيبه الاهلي وسط 40 50 الف متفرج والعاب ناريه وشماريخ، وخاصه ان احنا هنا لسه بنلعب بدون جمهور يعني. فالاهلي خسر اللقب ده بفعل فاعل، خليني وانا مع حضرتك وشيد بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والخطوه اللي خدها بتشكيل لجنه من وزاره الشباب والرياضه تضم المستشارين القانونيين وعدد من القيادات للتحقيق في الواقع. لازم نعرف مين الشخص اللي في اتحاد الكره اللي تسبب في تلك الازمه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد، وبنشكر فيتو اللي بحثت ودورت عن الحقيقه للاستاذ محمد ورده الناقد الرياضي بفيتو.